ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، المره دي انا جايب لكم نوع جديد من القصص. هي مش قصص رعب ولا قصص غموض، بس تقدروا تقولوا ان القصص دي بتتكلم عن صدف، او ان في ناس عملوا تصرفات كده من غير ما يدروا، والتصرفات اللي عملوها دي او المواقف دي حاجات تافهة جدا بس غيرت حاجات كبيرة في التاريخ. يعني ممكن بيعملوا تصرفات تافهة جدا او حاجات بيعملوها في حياتهم زي اللي احنا بنعملها، لكن ما كانوش يدروا ان الحاجات اللي بيعملوها التافهة دي ممكن مثلا تغير مستقبل بشرية. يعني في ناس تانية حياتهم اتغيرت او اتدمرت او حياتهم اتشقلبت بسبب تصرفات الناس دي، او تاريخ بلد بحاله اتغير بسبب التصرف التافه ده. فالتلات قصص اللي انا هحكيهم النهاردة وهم مشتركين في الشيء ده. المهم ان شاء الله لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير ليه من كل اكاونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي، ويلا على طول نبتدي القصص بتاعتنا. سنة 1981 بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وتحديدا في مقاطعة كولومبيا، في مدينة صغيرة اسمها سنتراليا. وفي السنة دي في مدينة سنتراليا كان في طفل عنده 12 سنة اسمه تود دومبوسكي. كان الطفل ده بيلعب في حديقة بيته الخلفية، وفجأة الطفل ده وهو بيلعب الأرض انشقت تحت رجله ووقع في حفرة عمقها 45 متر وبلعته فيها، وفضل يصرخ علشان حد ينجده. ومن حسن حظه إن أخوه الكبير سمع صريخه وأنقذه. ومن بعد الحادثة دي قررت السلطات تقفل المدينة للأبد. لكن معقولة السلطات تقفل المدينة بحالها علشان خاطر طفل وقع في هبوط أرضي؟ لا، الصراحة الكارثة أكبر من كده بكتير، وحادثة الطفل دي أكبر دليل على حجم الكارثة في مدينة سنتراليا. علشان تعرفوا إيه الحكاية بالظبط، هنرجع لبداية القصة في منتصف القرن ال19، لما تم اكتشاف رواسب للفحم في ولاية بنسلفانيا. وكان في الوقت ده الفحم هو أهم مصدر للطاقة قبل اختراع محركات الديزل، واتعمل مستوطنات حوالين مناجم الفحم في المنطقة دي. وكان من ضمن المستوطنات دي كانت مدينة سنتراليا، واستقر فيها عدد كبير من العاملين في مناجم الفحم، وكان طبعا معاهم زوجاتهم وأطفالهم. وابتدت المستوطنات دي تكبر وتتوسع، وتم إنشاء مدارس فيها وملاعب ومسارح وكنيستين وسكة حديد ومتاجر، لحد ما بقت مدينة كاملة. لكن عدد سكانها ما كانش كبير، كانوا 2000 نسمة. ومع مرور الوقت والتطور واستبدال المحركات البخارية اللي كانت بتشتغل بالفحم بمحركات الديزل، ما بقاش بعد كده للفحم أي أهمية كمصدر طاقة، ده غير تكلفته العالية وصعوبة استخراجه من بطن الأرض، على عكس البترول اللي بتدق له بريمة على طول بيطلع بسهولة. فكل مناجم الفحم دي في المدينة قفلت والعمال هجروها، لكن فضلت مدينة سنتراليا مدينة سكنية زي ما هي، وكان سكانها عايشين فيها بكل هدوء وسلام لحد ما جت سنة 1962. وكانت السنة دي هي بداية النهاية للمدينة واللي هيتغير فيها كل شيء للأسوأ. في السنة دي كانت المدينة بتستعد لإقامة حفلات أو مهرجانات لعدة مناسبات مختلفة، فمجلس المدينة أمر بجمع كل النفايات اللي فيها وحرقها في حفرة من الحفر، ودي عادة بيعملوها كل سنة لما يكون في احتفالات أو مهرجانات، يقوموا كانسين البلد كلها ولمين الزبالة وحطينها في حفرة ومولعين فيها. وكان رجال الإطفاء في المدينة هم اللي بيتولوا العملية دي، وفي السنة دي رجال الإطفاء لموا النفايات أو الزبالة كلها في المدينة وحطوها في حفرة وولعوا فيها، لحد ما النفايات أو الزبالة اتحرقت بالكامل وبقت رماد، وبعدين طفوها بالمية وسابوها ومشوا. لكن مجلس المدينة ما كانش يعرف إن الحفرة اللي تولع فيها الزبالة دي أصلا كان مكانها مدخل لمنجم مهجور من مناجم الفحم القديمة اللي اتقفلت. ومن هنا بدأت الكارثة. رجال الإطفاء لما طفوا النار اللي ولعوها في الزبالة وكانوا فاكرينها خلاص اتطفت، ما كانوش يعرفوا ان النار سرحت من تحت ومسكت في طبقة من طبقات الفحم القريبة من سطح الأرض، ولأن الفحم تحت المدينة دي كان مالي باطن الأرض كلها، فالنار
فضلت مشتعلة تحت الأرض، وفضلت كل يوم تمتد وتنتشر لمسافات أكبر وأكبر، لحد ما سكان المدينة لقوا كمية دخان كثيف بقت تطلع من تحت الأرض. لقوا الأرض من تحتيهم عمالة تدخن ودخان يخنق، مفيش أي بشر يستحمله. رجال الإطفاء في المدينة علشان يحلوا المشكلة دي راحوا جايبين خراطيم المية وغرقوا بيها كل مناجم الفحم القديمة، لكن مفيش فايدة، الفحم تحت الأرض مش عايز يطفي، والحريق فضل يزيد وينتشر تحت الأرض، والوضع خرج عن السيطرة. والسكان اتهموا رجال الإطفاء إنهم السبب في الكارثة دي لأنهم مطفوش النار كويس. السكان في المدينة استسلموا للوضع الجديد وفضلوا عايشين في المدينة كذا سنة على الوضع ده، وفي خلال الكام سنة دول النار تحتيهم عمالة تزيد وتنتشر أكتر، لحد ما نتائج الكارثة ابتدت بالظهور. المباني في المدينة ابتدت تتشقق وتتصدع، والطرق كمان بدأت تنهار، وتم إغلاق طرق طولها حوالي 4000 قدم في المدينة لأنها ما بقتش طرق صالحة للسير وبقت بتشكل خطر على السواقين. وابتدى السكان يشتكوا من أعراض صحية نتيجة استنشاقهم لغاز الفحم المشتعل اللي بيخرج من تحت الأرض، ولما الأرض والطرق في المدينة اتشققت بقى يخرج الغاز أو الدخان من الشقوق دي بشكل رهيب. المدينة كلها بتدخن من تحت، وكان في واحد صاحب محطة وقود اكتشف إن خزان البنزين اللي هو تحت المحطة تحت الأرض وصلت درجة حرارة الخزان ل 77 درجة مئوي، فتخيلوا بقى لو الخزان ده انفجر إيه اللي ممكن يحصل اكتر من كده. وده اللي خلى كل اصحاب محطات الوقود في المدينة يفضوا الخزانات بتاعتهم، يعني باعوا كل البنزين اللي عندهم ومرضيوش يملوا الخزانات دي تاني لا تنفجر من درجة الحرارة العالية تحت الارض. وبقت العيشة في مدينة سنتراليا كأنك عايش في جحيم، وبقت الغازات السامة تطلع من كل شق في الأرض، والمباني اتشرخت، والسكان اتصابوا بأمراض، وارتفعت درجة حرارة الأرض لدرجة إن السكان ما بقوش قادرين يمشوا على الأرض، بقت الحرارة تخترق الأحذية وتشوي رجليهم. انتوا متخيلين حجم الكارثة دي ايه؟ لدرجة إن العلماء توقعوا إن الحرارة ممكن ترتفع لدرجة إنها تدوب الحديد المسلح للمباني، وبدأ الناس أو السكان في المدينة يسيبوا منازلهم ويمشوا لمدن تانية، لحد ما جت سنة 1981 وحصلت حادثة الطفل اللي هو تود دومبوسكي اللي وقع في فتح الدخان تحت الأرض ونجي منها بأعجوبة، رغم استنشاقه المستوى أعلى ب 30 مرة من المستوى المقبول لغاز ثاني أكسيد الكربون اللي هي القصة اللي أنا حكيتها في أول الفيديو. ولحد ما جت سنة 1992 مشي نص السكان من المدينة، أما النص التاني ما كانش عايز يسيبها، لكن درجة الحرارة تحت الأرض فضلت ترتفع خلال السنين دي كلها لدرجة إن المدينة خلاص بقى تحت منها جهنم، ممكن في أي لحظة الأرض كلها تقع والمدينة يعني ايه تنزل كلها في الحفرة اللي تحت الارض دي والسكان يتشووا فيها. فهنا السلطات قررت انها تقفل المدينة بشكل نهائي ومشت كل السكان منها، وفككوا المنازل علشان السكان ما يرجعوش تاني ليها، وسدوا كل الطرق اللي بتوصل للمدينة علشان ما حدش يدخلها، ووصل حجم الحريق تحت الارض على حسب كلام الخبراء لواحد وستة من عشرة كيلو متر مربع، وممكن يكون كمان اكبر من كده بكتير. اما بقى السبب اللي بيخلي المية ما بتأثرش في الفحم ده او الفحم ده ما بيطفيش بالمية نهائي، ان السبب ان الفحم ده من نوع اسمه فحم الانثراسايت، ده نوع الفحم اللي موجود في طبقات الارض تحت المدينة اللي هو الفحم المولع، وده بيعتبر من اجود انواع الفحم في العالم، نسبة الكربون فيه 97%، على عكس الفحم العادي اللي احنا بنستخدمه في البيوت عندنا نسبة الكربون فيه 60 أو 70%. علشان كده الفحم اللي تحت المدينة ده ما بيطفيش ابدا والمية مش مقصرة فيه، والخبراء قالوا ان الحريق ده علشان يطفي قدامه حوالي 250 سنة لقدام، فاستحالة حد هيقعد في المدينة دي الفترة دي كلها، مفيش بشر ولا حتى حيوان هيقدر يستحمل يعيش فوق الجحيم ده. وفي سنة 2002 اتحذف الرمز البريدي للمدينة اللي هو 17927، وفي 2005 مفضلش في المدينة غير 12 شخص، وفي 2007 بقوا 9 أشخاص، وفي شهر أكتوبر 2013 السلطات اتفقت مع آخر 9 أشخاص في المدينة انها تسكنهم في مدن قريبة، وبقت المدينة مهجورة تماما واتمسح
راحت من على وش الارض، ولو انت زرتها في يومنا ده هتلاقي كل الطرق اللي بتوصل لها مقفولة، ومش هتلاقي المدينة دي اصلا، مش هتلاقي غير دخان وغازات منتشرة في كل مكان. فتخيلوا بقى مدينة بحالها اتشالت من على وش الارض بسبب ناس حرقوا شوية زبالة، وبشر مستقبلهم اتغير واتبدلت احوالهم واتخربت بيوتهم بسبب حرق شوية زبالة. فسبحان الله نصيبهم كده. في مساء يوم 4 أكتوبر سنة 1912 كان في مرشح رئاسي للولايات المتحدة، وكان قاعد في غرفته في فندق ميلوكي ويسكونسون. فأقل من ساعة كان من المقرر ليه أنه يلقي خطاب مهم جدا للناس اللي هم هينتخبوه أو الجمهور بتاعه، وكان بيأمل أن الخطاب ده هيكون ليه تأثير جامد لصالحه في الانتخابات الرئاسية. كان متحمس جدا للخطاب ده، وفي نفس الوقت كان برضو متوتر جدا، خصوصا انه فضل يكتب ويجهز في الخطاب ده لمدة اسابيع، اللي كان متكون من 50 صفحة كان شايلهم بين ايديه. فضل في غرفته رايح جاي وهو ماسك الاوراق كل شوية يقرأ فيها، وكل شوية برضه يبص في ساعته، لحد ما لقى ان الوقت خلاص خلص ولازم ينزل ويروح يلقي الخطاب بتاعه قدام الجمهور. مسك الدوسيه اللي كان بيحتوي على 50 صفحة وراح تناهم او طواهم كده او طبقهم، وحط الدوسيه في جيب الجاكيت اليمين، حطه في جيب الجاكيت من جوه وهو متطبق. وبعد كده نزل من غرفته وخرج من باب الفندق، ولقى مستنيه حشد كبير جدا من الناس، وكانوا واقفين في الشارع يغنوله ويزعقوا جامد وهم بيندهوا عليه على امل انه يرد عليهم، وكانوا عاملين له احتفال قدام باب الفندق. في اللحظة دي المرشح الرئاسي ده حيا الجماهير بتوعه كده بايديه، وكان خلاص بيستعد انه يركب عربيته علشان تنقله للمنصة اللي هيلقي عليها خطاب الترشيح. وهو ماشي في اتجاه عربيته اتشكلت حواليه عناصر أمنية، وبقى يبذلوا كل جهدهم علشان يحوشوا الناس اللي بتتجمع حواليه. واخيرا وصل لعربيته المكشوفة ودخلها وراح واقف فيها ومسك القبعة بتاعته وفضل يشاور بيها كده للجماهير بيحييهم. وقبل ما العربية تمشي بثواني فجأة اتسمع صوت اطلاق نار في كل مكان. فجأة المرشح ده راح نازل في دواسة العربية، وكل الناس اللي كانوا واقفين صرخوا ونزلوا على ركابهم على الأرض، لكن على طول الحرس الأمني عرفوا مين المسلح اللي أطلق النار واتجمعوا عليه وخدوا منه البندقية وثبتوه كده في زاوية جنب الحيط، وفضلوا يضربوا بإيديهم ورجليهم فيه، والناس قاموا كلهم متجمعين على المسلح ده وفضلوا يضربوه. المسلح ده كان خلاص هيتفرم وسط الناس. في اللحظة دي المرشح الرئاسي وقف تاني وفضل يصرخ في الناس ويقول محدش يموته محدش يموته، هاتوه بس هنا عندي عشان عايز اتكلم معاه. فهنا الناس كانوا مذهولين من اللي بيجرى ده، لدرجة انهم لقوا المرشح بتاعهم راح نزل مرة تانية على الارض بسبب ان المسلح خد البندقية بتاعته تاني، شد البندقية من الحراس وأطلق عليه النار للمرة التانية. وكل الكلام ده اتكرر بسبب ان المرشح قال للناس سيبوا الراجل ده محدش يقتله ولا يقرب له، وده السبب اللي خلى المسلح استغل حالة الذهول اللي كانت الناس فيها او عناصر الامن، وشد من ايديهم البندقية وضرب على المرشح النار للمرة التانية. لكن في المرة التانية دي الحراس كتفوه من ايده وثبتوه في مكانه، والمرشح راح لحد عنده وقال له ايه السبب اللي خلاك تعمل كده؟ انا عملت ايه علشان تضربني بالنار؟ لكن المسلح فضل ساكت ما اتكلمش. فالمرشح الرئاسي قال للحراس خلاص خدوا الراجل ده من هنا سلموه للشرطة، وبالفعل الحراس بتوعه سلموه للشرطة. فهنا الناس او الجمهور اللي كانوا واقفين في الشارع مستغربين من اللي حصل ده، الراجل بتاعهم انضرب بالنار مرتين وما جرلوش اي حاجة. ولاحظ ان انت هنا في سنة 1912، وعلى ما اعتقد ساعتها ما كانش في حاجة اسمها السترات الواقية من الرصاص، طب يكونش المسلح ده كان بيضرب رصاص في شنك؟ فهنا المرشح الرئاسي دخل ايده في جيبه اليمين اللي هو جيب الجاكيت اليمين من جوه، وطلع منه الدوسيل متطبق اللي فيه رزمة الورق اللي مكتوب فيها الخطاب، وراح رفعه كده قصاد الناس، وكان في الدوسيه الرصاصة وهي مستقرة في منتصف الصفحات، وهو ده السبب اللي أنقذ حياته. كل المساعدين بتوعه طلبوا منه انه لازم يتوجه للمستشفى فورا، لكنه رفض يروح المستشفى وقرر انه يلقي الخطاب بتاعه. وبعد دقايق ألقى الخطاب الرئيس الأمريكي المشهور سيودور روزفلت، وبالفعل ألقى الخطاب بتاعه المتكون من 50 صفحة، لكنه اضطر انه يعمل شوية تعديلات عليه لانه كل صفحة كانت مخرومة بالرصاص. فسبحان الله شوية ورق
هم اللي انقذوا حياته. يعني سبحان الله، تخيلوا لو المرشح ده في ايامنا دي كان حاطط مثلا الخطاب بتاعه على سدهاية او على فلاشة او على كارت ميموري وكان حاططهم في جيب الجاكيت، اكيد لو خد الرصاص كان زمانه اتغربل. طيب القصة التالتة حصلت برضو في سنة 1912، يعني برضو احنا بنتكلم في نفس السنة، لكن القصة دي مختلفة تماما عن القصة اللي قبلها. ايه بقى اللي حصل تاني في سنة 1912؟ كان ديفيد بلير اللي عنده 37 سنة وقتها كان شغال بحار في شركة الشحن البريطانية وايت ستار لاين، وفي شهر فبراير من السنة دي بلغته الشركة اللي هو شغال فيها انه هيكون الضابط التاني في سفينة الرحلات البحرية الضخمة الفاخرة اللي ملهاش مثيل في العالم. وفي الوقت ده كانت السفينة بتتبني في حوض لبناء السفن في شمال ايرلندا، وكانت المسؤولية الاساسية للضابط التاني ديفيد بلير على السفينة هي العمليات الملاحية بين فترة والتانية. ديفيد مش اول مرة يؤدي المهمة دي في حياته، هو عملها قبل كده في سفن تانية كتير، لكن اول مرة في حياته يؤدي المهمة دي على سفينة ضخمة جدا بالحجم ده، فالمهمة دي مش هتكون سهلة عليه وهتكون تحدي كبير ليه. لكن على الرغم من كده هو كان متحمس جدا للمهمة دي، وساب خبر لعيلته كلها انه هيكون في مهمة بحرية كبيرة جدا وطويلة. وسافر ديفيد لبلفاست عاصمة ايرلندا الشمالية، وراح للمكان اللي بيتم فيه بناء السفينة، وفضل قاعد في ايرلندا 3 شهور لحد ما تم الانتهاء من بنى السفينة في 2 ابريل، وخلاص اتحط فيها اخر مسمار وتم اطلاقها بعد كده في البحر بنجاح. في الوقت ده كان ديفيد طلع على السفينة وبقيت الطاقم والموظفين طلعوا وابحروا بيها، لحد ما السفينة وصلت بعد يومين لاول محطة ليها في ميناء ساوث هامبتون في بريطانيا، وفضلت السفينة راسية في الميناء دي علشان تستعد لاول رحلة بحرية حقيقية من انجلترا لنيويورك. يوم 10 ابريل تم عمل كل الاستعدادات للرحلة، وكان خلاص الوقت حان للركاب انهم يطلعوا على السفينة. وفي خلال ساعات كان في الاف من الناس اللي كانوا متجمعين على الرصيف علشان يطلعوا السفينة. وفي اللحظة دي ديفيد وصلت له اخبار سيئة من رؤسائه في شركة ستار لاين، فيما معناها انهم اخطأوا في اختيارهم ليه انه يبقى الضابط التاني على السفينة، لانهم بيعتبروها مهمة على اعلى مستوى في العالم. ورغم ان ديفيد عنده خبرة كبيرة في المجال ده، لكن رؤسائه ما كانوش شايفين ان الخبرة اللي عنده دي كفاية، كانوا شايفين ان الشخص او الضابط اللي يمسك منصب زي ده على سفينة ضخمة بالحجم ده لازم تكون خبرته اعلى بكتير من خبرة ديفيد. فهم كانوا شايفين ان ديفيد ضابط كويس جدا وكل حاجة، بس على سفينة تانية عادية او على سفن تانية مش على سفينة زي دي. فقرروا انهم يستبدلوه بضابط تاني عنده خبرة اعلى منه، فكان الخبر ده صدمة وخيبة امل كبيرة لديفيد، لكن هيعمل ايه؟ لازم ينفذ الاوامر. لكن الحاجة بقى الرخمة ان الخبر ده جاله وفي الاف من الركاب في الوقت ده عمالين يتزحموا علشان يطلعوا السفينة، ففضل ديفيد يجري بسرعة في عكس اتجاه الناس دي ويزق فيهم هنا وهنا علشان يطلع بسرعة من السفينة قبل ما تمشي، وكان شايل شنطته وحاجته وعمال يزق في الناس علشان يلحق يخرج بأسرع وقت من السفينة. وبعد معاناة كبيرة خرج بالعافية من السفينة ونزل على الرصيف وهو محبط وزعلان ومتضايق، وخلاص حلم حياته اتحطم. المهم بعد كده ديفيد خد شنطته وطلع على الفندق، وبعد كده جاب ورقة وقلم وكتب رسالة لعيلته بيعبر لهم فيها عن خيبة امله الكبيرة ان مهمته على السفينة اتلغت، وحكى لهم كل اللي حصل في الرسالة، ودخل على سريره ونام. وفي صباح اليوم اللي بعده وهو بيجهز حاجته علشان يمشي من الفندق، اكتشف انه اخد بالصدفة مفاتيح مهمة جدا من السفينة، وكان مفروض يسلم المفاتيح دي للشخص او للضابط اللي هيمسك بداله المهمة على السفينة، وكانت المفاتيح دي بتاعة خزنة المناظير على السفينة، المناظير اللي هي التلسكوبات او اللي هي العدسة المكبرة اللي هي بتتفرد دي اللي بيشوفوا بيها مثلا اي عوائق في البحر. الناس اللي هم شغالين في الرصد على السفينة بيستخدموا المناظير دي علشان يشوفوا السكة قصادهم.
المهم ان المناظير دي كانت محطوطة على السفينة في خزنة حديد ومقفول عليها بمفاتيح، والمفاتيح دي اكتشف ديفيد انها معاه، مفروض كان يسلمها للشخص اللي هيجي بعده، لكنه من لبخته وعايز يجري بسرعة ويسيب السفينة خد المفاتيح معاه في جيبه وهو مش واخد باله. والمناظير دي حاجة مهمة جدا، لان وقتها في الزمن ده ما كانش فيه حاجة اسمها رادار، فبكده كابتن السفينة او القبطان مش هيقدر يستخدم المناظير دي لانها مقفول عليها في خزنة حديد على السفينة، والمفاتيح للأسف مع ديفيد ونزل خلاص من على السفينة، والسفينة مشيت في طريقها لأمريكا. فكل اللي عمله ديفيد انه بعت المفاتيح في طرد او في رسالة او في ظرف لموقع الشركة في نيويورك. قبطان السفينة لما اكتشف الخطأ ده ما بقاش عارف يعمل ايه، هيلف مثلا بالسفينة ويرجع انجلترا تاني علشان ياخد المفاتيح؟ استحالة طبعا ان ده يحصل، فلان الموضوع ما يستحقش انه يعمل حاجة زي كده، وقال مش مشكلة، احنا الناس اللي عندنا على السفينة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، ولو في اي عوائق في المحيط هيكتشفوها بعينيهم المجردة، مش مستاهلة المناظير. وبعد 5 أيام من الإبحار كانت السفينة دي هي سفينة التايتانيك اللي اصطدمت بجبل جليدي وغرق ومات فيها حوالي 1500 شخص، وكان من أحد الناجين من غرق التايتانيك شخص اسمه فريد، وكان الشخص ده من ضمن طاقم السفينة اللي هم مهمتهم الرصد، وهو أول شخص على السفينة لمح جبل الجليد بعينيه، وقال في التحقيقات انه لو كان معاه المنظار في ايديه فكان ممكن يقدر يشوف جبل الجليد بوقت كافي ان السفينة ممكن تتفادى الاصطدام بيه. فسبحان الله التايتانيك غرقت بسبب ميدالية مفاتيح اتنست. بس ولحد كده خلصت القصص بتاعت النهاردة، يا رب تكون القصص دي عجبتكم. ما تنسوش لو القصص عجبتكم او الفيديو ده عجبكم تعملوا لايك وشير ليه من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي، وان شاء الله اشوفكم على خير في حلقة جديدة وقصص جديدة، واقول لكم مع السلامة.